السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء، معكم أحمد عبد الرحمن معلم الرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس معالم التربية. درسنا آخر مرة يا شباب المحيط، وتعلمنا كيفية إيجاد المحيط للمربع والمستطيل، واليوم إن شاء الله نكمل ما تم دراسته، وهو إيجاد مساحة المربع والمستطيل. ودرسنا اليوم يا شباب هو عبارة عن مساحة المستطيل والمربع. فكرة الدرس يا شباب، في نهاية الدرس لابد منك انك تقدر تحصل مساحة المستطيل ومساحة المربع، وتعرف قانون كل واحد فيهم وتقدر تطبقه ببراعة. سؤال يطرأ في ذهننا يا شباب، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، تم في ثانوية السليمانية بالرياض رفع علم للمملكة بلغ طوله 45 مترا وعرضه 25 مترا، فما مساحته؟ يا شباب احنا تعرفنا المرة اللي فاتت على ما هي المساحة. المساحة هي عبارة عن عدد المربعات التي يتكون منها الشكل. فبتوضيح أكثر سهولة، أول شيء ما هو الطول؟ الطول يا شباب زي العلم اللي قدامنا الحين، هو الخط الأطول في المستطيل، يعني هذا هو يعبر عن الطول، والخط الأقصر يعبر عن العرض. فهنا هذا طوله 45 متراً، والعرض يا شباب 25 سنتي. المطلوب هو إيجاد المساحة. وفي نهاية الدرس يا شباب لازم نعرف كيف، لو عرفنا الطول والعرض نقدر نحدد المساحة. طيب هنترك المثال السابق شوي عشان نوصل لقاعدة معينة لإيجاد المساحة. لو تلاحظ يا شباب، أول شكل عندك مستطيل كبير بيتكون من ثلاث مربعات، فنلاحظ ان الطول هو عبارة عن ثلاث وحدات، واحد اثنين ثلاثة. طب والعرض عبارة عن وحدة واحدة، سنتي واحد اهو. طيب المساحة يا شباب عبارة عن عدد المربعات زي ما تكلمنا. طب هنا عدد المربعات كم؟ ثلاثة. اذا لو تلاحظ يا شباب هتلاقي لما كان الطول ثلاثة والعرض واحد، صارت المساحة اللي هي عدد المربعات هي عبارة عن ثلاث مربعات. هل نقدر نجيب علاقة يا شباب بين الطول اللي هو اختصار لام، والعرض اختصار ضاد، والمساحة اختصارها ميم؟ نعم، لو تلاحظ ان لام ضرب ضاد يعني الطول ضرب العرض يعطيك المساحة. ثلاثة ضرب واحد كم؟ ثلاثة. هنا نفس الشيء يا شباب، اول شيء لازم نحسب المساحة بدون قوانين عشان نعرف ونتأكد من القانون الصحيح. فلو تلاحظ هنا يا شباب الطول عبارة عن كم وحدة؟ يلا نعد مع بعض، ادي واحد اثنين ثلاثة، يبقى الطول هنا كم يا شباب؟ ثلاثة. طب والعرض؟ واحد اثنين يعني اثنين، صح؟ طيب الطول ثلاثة والعرض اثنين، طب والمساحة كم؟ عد المربعات وتعرف المساحة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الله، إذا الطول ثلاثة والعرض اثنين صارت المساحة ثلاثة ستة. وش العلاقة بين الثلاثة والاثنين والستة؟ إن إحنا لو ضربنا الثلاثة بالاثنين يعطيك ستة. إذا هنا الطول ثلاثة والعرض اثنين يصير المساحة ستة. نفس الشيء يا شباب هنا العرض او الطول، اسف، كم وحدة؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. طيب والعرض يا شباب؟ واحد اثنين، يبقى طول اربعة والعرض اثنين،
إذن يا شباب نقدر نحسب مساحة بدون ما نعد المربعات. نضرب 4 ضرب 2 يعطيك كم يا شباب؟ يعطيك 8. أو تعد المربعات. بس الحين المسألة سهلة لأن قدامك مقسمة للمربعات. لكن لو أعطاك مسألة مو مقسمة للمربعات بيكون صعب عليك شوي. طب وش السالفة؟ يعني كيف نسويها؟ لو أعطانا الطول والعرض على طول نضربهم في بعض يا شباب. يبقى مساحة المستطيل، افتكر دايما مساحة المستطيل هي عبارة عن الطول في العرض، أو الطول ضرب العرض، لام ضرب ضاد يا شباب. يبقى المساحة ميم اختصارها ميم تساوي يا شباب لام ضرب ضاد. المساحة ميم عبارة عن لام ضرب ضاد، لام ضرب ضاد يا شباب. إذا أعطاك المساحة، إذا أعطاك الطول وأعطاك العرض تضربهم في بعض يعطيك المساحة. طب هنا يا شباب خلاص أنا خلاص عرفت الطريقة، ما يحتاج أعد المربعات اللي بالداخل. لو أنا عرفت الطول والعرض أقدر أحدد المساحة. العرض يا شباب واحد، الطول 1 2 3 4 والعرض 1 2 3. خلاص أنا لو عديت مربعات أنا متأكد إن هم هيصيروا 3 ضرب 4 12. يبقى 3 ضرب 4 كم يا شباب؟ عبارة عن 12. إذا المساحة لازم تطلع ب 12 وحدة مساحة. طيب المثال السابق نفس اللي احنا اتكلمنا فيه، ادرس النمط في الجدول السابق وصف العلاقة بين طول المستطيل وعرضه من جهة ومساحته من جهة أخرى. طبعا احنا خلاص لاحظنا إن المساحة يا شباب بتساوي الطول في العرض. المساحة بتساوي الطول فين؟ في العرض، أو الطول ضرب العرض. يعني أقدر أقول إن ميم تساوي لام ضرب ضاد. طب لو استعملنا الرموز ميم تساوي لام ضرب ضاد، أي المساحة تساوي لام ضرب ضاد. هذه هي العلاقة بين الطول والعرض. إذن بعد كده ما يحتاج إن يكون عندي الشكل مقسم إلى مربعات، لا، أنا لو عرفت الطول وعرفت العرض خلاص أقدر أحدد المساحة مباشرة، أضرب لام ضرب ضاد يا شباب، لام ضرب ضاد. مساحة المستطيل يبقى أي مستطيل يا شباب هيقابلني له خطان أساسيان، خط طويل يعبر عن الطول واختصاره لام، وخط قصير يعبر عن العرض واختصاره ضاد. إذن مساحة المستطيل ميم تساوي طوله لام ضرب عرضه ضاد. لو أبي أكتبها بالرموز ميم تساوي لام ضاد. طب وين علامة الضرب؟ علامة الضرب عندنا ما تنكتب بالرموز، يعني هنا في علامة ضرب بس ما تنكتب، تفهم أنه يوجد علامة ضرب هنا، وعلامة الضرب بس هي الوحيدة التي يمكن حذفها. يبقى ميم يا شباب تساوي لام ضرب ضاد، ميم تساوي لام ضرب ضاد. مثال من واقع الحياة، اجعل المعلومات الواردة في بداية الدرس وأوجد مساحة العالم. فاكرين يا شباب أول مسألة اللي احنا اتكلمنا فيها مساحة العالم كان طويل، طوله 45 وعرضه يا شباب كان 30. ما يحتاج الحين ان انا اقسم العالم للمربعات، خلاص انا عرفت القاعدة اللي هي لام ضرب ضاد. طب اللام يا شباب هي ال 45 ولا ال 30؟ لا، اللام هي الطول الضلع الأكبر اللي هي 45 متر. طب والضاد طول الضلع الأصغر اللي هي كم يا شباب؟ اللي هي 30 متر. إذن أقدر أقول أن المساحة ميم تساوي لام ضرب ضاد، يعني أنا لو ضربت رقمين هذول في بعض بحصل مساحة العلم. والمساحة يا شباب يقصد بها هو عدد المربعات التي يتكون منها العلم، بحيث يكون كل مربع منهم عبارة عن 1 متر طول ضلعه، يعني 1 متر. إذن أقدر أقول العلم يمثل مستطيلا كما بالشكل المجاور، حيث أن الطول يساوي 45 والعرض يساوي 30. طيب يبقى ميم تساوي لام ضرب ضاد أو لام ضاد، يعني أضرب 45 ضرب 30 زي ما تعودنا. كيف نضرب يا شباب عدد في صفر؟ سهلة جدا، أول شيء أنزل الصفر وأضرب 3 ضرب 45، 3 ضرب 45 135 ونزلت الصفر. إذن المساحة تساوي يا شباب 1350 مترا مربعا. إذا لقيت هذه متر يبقى المساحة يا شباب تقاس بالمتر المربع، إذا لقيت هذه سنتي يبقى المساحة تقاس بسنتيمتر مربع. وكده جاوبنا على مسألة اللي هي في أول الدرس.